ابو جود انا قلت لك يمكن قبل فتره بعد ما سجل الاتحاد احمد الله، قلت انا اراه انه راح يتصدر اذا حط في راسه انه يلعب كره قدم، انه يلعب كره قدم ويمثل نادي الاتحاد ويكون همه الاول والاخير اسعاد جماهير الاتحاد، وانه يثبت للعالم انه هو قادر انه يعطي افضل مما قدم وباقي قادر يعطي سنوات قدام، راح يحقق هداف الدوري يعني مع 3 اهداف الان 4 اهداف، يعني مو صعب على حمد الله انه يسجل 10 اهداف 15 هدف خلال المباريات القادمه بهاتريك ولا محسوب هدف النصر يا ابو جود؟ طبعا محسوبه صحيح، محسوب هدف النصر المفروض يبدا الرصيد من جديد. الحين هو عنده 4 الحين عنده 4 بنحسب من الاتحاد. لكن الحاجه الوحيده اللي شفتها اليوم يا ابو جود هو رومارينهو اليوم لم يقدم المستوى المأمول منه والمستوى اللي احنا عارفين عن رومارينهو، واخاف من وجود حمد الله في مركز راس الحربه انه اضاع هيبه رومارينهو، يعني اتمنى ان المدرب يشوف له مكان يقدر انه يقدم اداء اللي قدمه في الدور الاول وكان هداف الفريق وكان صانع لعب للفريق. فانا ما ادري كيف حتكون منظومه حتى بعد عوده كورنادو، يعني كورنادو مع البيشي مع فهد المولد مع العبود مع رومارينهو مع حمد الله، مجموعه كبيره وكوكبه كبيره من النجوم، ان شاء الله انه يتعامل معها المدرب، اذا عرف يتعامل معها المدرب عرف يوظف اللاعبين، انا اتوقع النصر في الثلث الاخير راح يكون اقوى فريق. الاتحاد في الثلث الاخير راح يكون يعني اقوى فريق، ممكن يسجلون في كل مباراه من 3 اهداف الى 4 اهداف.